بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل الدرس السابق اللي احنا اخذناه على هذه الستارة، واللي هو يعني احنا كملنا هذه التصميمين، وراح نسوي ايضا هذا التصميم ونشوف اذا قدرنا نخلص اليوم. يعني انا راح ابدي بهذا الجزء السفلي، واذا عندي صار وقت اكمل ايضا باقي الاجزاء. احنا ايضا هذه تركناها ما كملناها، وهذه ايضا تركناها ما كملناها. اللي صار عندنا هو عندنا هذه القطعتين، هذه القطعتين موجودة حاليا بالجاليري، ونقدر يعني نستخدمها في هذا التصميم وفي أي تصميم ثاني يعني. طيب أوكي، هي متجانسة يعني جيدة. طيب هسه راح نبدي نسوي بنفس الأسلوب السابق، راح نبدي نشتغل هذا التصميم، لكن خلينا نفهم أول مرة. هي مجموعة أوراق أيضا نفس النظام، ويعني أيضا ملتفة حول هذه الدائرة، وهذا أيضا موجودة قاعدة محيطة واصلة تقريبا لهنا. هذه القاعدة هي نفس هذه القاعدة اللي تشوفها، ونفس هذه القاعدة. فإحنا راح نترك القاعدة آخر شيء نشتغلها. راح نشتغل هسه هذه الخطوط. راح أبدي يعني أشتغل يعني من هذه الدائرة، وأبدي أنتقل إلى الأوراق. طيب طريقة الدائرة معروفة سهلة، مجرد دائرة بسيطة، وراح نقول لها create، وراح نرفعها بالشيب إديتر بشكل راوند، وراح ناخذ يعني جانب بال 3D، راح ناخذ جانبي، صورة جانبية حتى نشوف ال، ونبدي نرفع بالشيب اديتر بحيث ما نتجاوز الارتفاع. يعني هي هسه تقريبا بارتفاع هذه، فاوكي لا باس بها، نقبل بيه، نقول له طبعا المرج هاي كلها شغلنا، ونقول له ابلاي. يعني هو حتى لو ماكو شيء حوله، لكن احنا نستخدم المرج هاي يعني حتى نثبت الاعدادات. طيب هسه راح نبدي نسوي اوراق، مجموعة اوراق بسيطة يعني، راح تكون ما راح تكون أوراق قوية، وراح نبدي نكررها حول هذا الجسم. طيب هذه راح تكون الورقة الأولى اللي عندنا، أوكي الأس، ونبدي نعدل عليها. طيب هاي لنفرض ان هاي الورقة الأولى، راح نسوي هنا عندنا نسوي نقطة ونفصلها للنقطة I، وبعدين C نفصلها، وهنا أيضا نقول له C رأسا نفصلها، وصار عندنا هذه السكتين، هذه واحدة وهذه واحدة، نقول له بترول سويب، إذا نختار لنا إياهن، وهذا هو المقطع، وإلغي التطابق واشتغل مرج هاي. وخلنا نشوف شو راح يصير. نعم هذه الورقة الأولى. هسه إذا أنت حبيت يعني تدمجها، يعني تحركها، قصدي تسوي حركة أنه كأنه طالع الورقة من عندها، أيضا ممكن. إحنا بعدنا هسه ما مغيرين ال يعني هذه ممكن بالنود إديتنج نسوي النقطة، هي النقطة هنا نصير يعني كأنه هذا، نقول له دي، نسوي واحدة مكانها، وهذه النقطة أيضا نجمعها أيضا بهذا المكان، وننطيها إيحاء كأنه هي يعني خارجة من هذا ال، من هذه الدائرة. نجي على التوريل سويب،
هذا نختارهم اثنينهم ونقول له اختارنا اياهم، وهذا ايضا المقطع، ونقول له اد كروس سكشن، وراح يكون عندنا هذا الشكل. طبعا نبرج هاي حتى نخلص من هذه الزيادة. اوكي، وهذا الشكل راح يصير يعني عندنا. اوكي، عندنا السكيل هاي وذوت نلغي. اوكي، وهذا صار منسجم كأنه يعني خارج من عدل. طيب هذا خلصنا، اذا وافقنا عليه نقول له ابلاي، ونبدي هسه نكرر الثانية، والثانية راح تكون هي نفسها تقريبا، نختارها و نسوي له كنترول سي كنترول في، وهذه ننقلها ننقلها كلها وندورها أيضا، ننقلها إلى هذه النقطة ونحرك السنتر إلى هذه النقطة، نقطة الالتقاء، ونبدي نفرها كلها إلى أن نوصل إلى الشكل اللي يناسبنا. طيب يعني تقريبا هذه، تقريبا هذه هي. اوكي، فهسه نجي على التوريال سويب، وراح نختارهم اثنينهم ك يعني هو اوتوماتيك يختارهم، وراح نجي نختار السكشن، نقول اد كروس سكشن، وراح يكون عندنا هذا الشكل. طبعا ايضا نلغي سكيل هاي وذ ويث، ونقول له مرج هاي، وصارت عندنا يعني تقريبا هذه الورقة الثانية، ونقول له ابلاي، نثبتها ونرجع نختار الأوراق. وهكذا أنا راح أمشي بهذه الأوراق كلها إلى أن أوصل إلى يعني نهاية التشكيل. يعني هو ما بيفد يعني ما بي أشياء إضافية، يمكن عندنا هذا الشكل هو يعني يختلف شوية، وهذه الدائرة تختلف، وأيضا هذا الديكور يختلف هذا. فيعني هذين الثلاثة راح نخليهم للحلقة الجاية، وراح أكمل هذه التصاميم كلها. طيب هسه احنا خلصنا هذه يعني هذا الغصن، وتقريبا يعني هو أصبح مطابق بعض الشيء يعني للشكل الأصلي. هسه راح نسوي هذه الدائرة، وإحنا حتى يعني نشوف التصميم السابق فرونت ليف، هذه احنا هذه كانت اللاير اللي عندنا. احنا بدنا نشتغل هسه على لاير جديده اثنين هنا اسمها، وهذه كانت اللاير القديمه، وهذا كان الشكل الاصلي اللي اشتغلنا عليه. فراح نسوي تقريبا نفس الشكل، لكن النهايه مالتها راح تكون يعني نازله، ما راح تكون كلها بهذا السكشن. طيب نطفي هذا اللاير ونبدي نشتغل على القطعة الأخيرة. هذه القطعة الأخيرة طبعا أنا هنا مديت أيضا يعني جذع للغصن حتى الأوراق تكون مرتبطة، وهسه راح أبدي أرسم هذا الخط. هذا راح يكون الخط الأول، وهذا راح يكون الخط الثاني. وهذين الخطين راح نختارهم، خلينا نشتغل بالتودي. هذا الخطين راح نختارهم ونقول له حولناهم الى سموث، دوس اس، هم يتحولون الى سموث.
اوكي، وهسه نبدي نعدل عليهم بالموجهات. طيب هسه هذا الرسم خلصناه، هسه راح نرسم السكشن. السكشن اللي هو يعني راح يطلع، يعني خلينا نقول يصعد وينزل وياخذ وضع جانبي، يعني هذا الشكل تقريبا. ايضا نسوي بالنود اديتنج بالاس وخلاص، يعني هذا هو نقبل بالشكل مثل ما هو. طيب هذا المقطع راح نستخدم به ايضا هذا الشكل، هذا المقطع نفسه. ندوره شوية حتى نفهمه احسن. اوكي طيب، هذا المقطع راح نستخدمه، وهذا راح نستخدمه من البداية والنهاية، وهذا راح نستخدمه بهذه النقطة وبهذه النقطة. فخلينا نشوف شلون الطريقة. نختار التوريال سويب ونقول له هذا وهذا هم الأول والثاني، سلكت، وطبعا نلغي التجانس ونقول له مرج هاي أيضا، وراح نقول له هذا السكشن الأول والأخير، وهذا راح نقول له انسرت، انسرت هذه النقطة. أوكي، وانسرت واحد ثاني من هذه النقطة إلى هذه النقطة. طيب خلينا نشوف شلون سوينا اياه، يعني هذا الشكل تقريبا، واللي هو يعني أكثر شيء قريب من هذا. بس إذا تريد يعني نعطي مجال أكثر من هذا الجانب، يعني ممكن أيضا نضيف سكشن لاف انسرت، ونختار هذا نقول انسرت ومن هذه النقطة إلى هذه النقطة، حتى نعطي هذه يعني ثخانة أكثر، وهذه نعطيها يعني بهذا الشكل يصير. نخفي الصورة. ونشوف الشكل شلون صار. طيب. الأسهم نفس الاتجاه، وهذا هو الشكل. يعني ممكن نلغي هذا السكشن الثاني أيضا، حتى نعطيه شوية أكثر تجانس. نضيف هذا، نضيف أيضا insert section الأخ، نضيف من هذا النقطة إلى هذه النقطة، حتى هذه كلها تصير يعني مفخينة، وهذه يعني هسه تقريبا صارت جيدة. بهذه الطريقة احنا نقدر نتحكم بالتوريال سويب، وهي طريقة جدا جيدة وجدا يعني تنطيك مجالات كبيرة وواسعة. بس هذه إذا حد كبير تشبه الصورة الأصلية. طيب هذا إذا وافقنا عليه نقول له apply، ونكون إحنا ثبتنا وخلصنا هذا الجزء. هسه نرجع نسوي القاعدة.
القاعدة هي بسيطة جدا، يعني ما بها أي تعقيد، مجرد دائرة. خلينا نرسمها، هذا الخط، ونبدي يعني خلينا نقول من هذه النقطة وننهيها هنا. هذه النقطة نجيبها أيضا للنهاية. أوكي، غلبة. طيب هسه راح نجي بال مود إديتينج، وهذا كله نقول له خلينا يا حولنا يا إلى إس إلى سموث، وهو تقريبا سوى يعني يحتاج شوية تعديل، يعني توقعته يصير أضبط يعني. أوكي، شوية تعديل من هذا الجانب، هذا الجانب نضيف له نقطة. هذه النقطة نخفيها حتى تصير الحافة قوية، يعني الزاوية هذه القوية هذه، وتنطيها يعني كأنه هي. طيب يعني تنطيها انطباع كأنه هي ملتقية، يعني كأنه خطين هما ملتقين. طيب هسه خلصنا من هذه، نروح على الشيب اديتر ونقول له راوند، لكن الليمت هاي 2، وخلينا نشوف الشكل شلون راح يصير. نخفي الخطوط، وهذا تقريبا الشكل اللي صار عندنا. نخفي ايضا القاعدة الصفراء، وهذا الشكل اللي صار عندنا. بس اذا انت تحب تغير بعد، يعني إذا تعتقد أنه يعني هنا شوي لازم نخفف، فإحنا يعني أوكي لازم نظل مكملين. ممكن هذا نختاره، وهذه نقربها شوية يعني طالع زايد. اوكي هسه نشوف شلون صار شكله، يعني هذا تقريبا مقبول. وهسه نقول له اوكي ابلاي، طبعا مرج هاي الحكي كله، ونقول له ابلاي وخلص. احنا هسه خلصنا، نروح على الريليف كليب ارت لايبراري ونسحب هذا الريليف لاير الثاني ونزرعه ايضا معاهم، فصار عندنا هذه الثلاث قطع. وهذه يعني إذا نحب مستقبلا نجيبها، ممكن أيضا أنه نزرع بهذا الشكل. لا هي مهمة، إذا نحب نجيبها مستقبلا فهي راح تكون بهذا الشكل. هذا مبدأ الرسم اللي رسمناه، واللي هو يعني قريب إلى حد كبير من الشكل. يعني هذا كان تقريبا متصل.
تقريبا بهذا الشكل كان. إذا تشوفوا هذا الجزء وهذه نازلة عليها، أوكي صحيح. فهي هذه كان شكلها. طبعا هذه أنت ممكن أيضا تتحكم، ممكن تدورها، ممكن يعني تسوي لها كل التغييرات اللي أنت تعجبك، حتى الارتفاع وال يعني هذه الزيت ممكن تزيدها. هسه احنا حاليا 8 مليم الزيت ممكن تزيدها، الأبعاد طول الأرض أيضا نزيدها، المركز يعني باقي الشغلات هذه اللي أنت تحبها. ممكن حتى إذا يعني تعيد تمييز، يعني خلينا نقول بزاوية، يعني تحركها يعني مثل تعوجها يعني، فممكن أيضا تحرفها لليمين أو اليسار. طيب هذه الجزء خلصناه اليوم، باكر راح نخلص هذه الأجزاء الباقية الصغيرة، وراح بعدها الحلقة الأخيرة راح تكون هذه الدائرة والتجميع بالكامل راح يصير عندنا، وراح نكون احنا يعني خلصنا هذه الستارة. أتمنى أن تكون فادتكم هذه الحلقة، ولا تنسون الاشتراك حتى توصلكم الأفلام تبعهم. شكرا جزيلا.